السلام عليكم. بهذا الفيديو إن شاء الله حنتعرف على الفانكشن اللي بيتم استعماله مع Text Form Field والمفيدة جدا. أول فانكشن طبعا اللي أغلبكم عارفينه هي الOnTap. الOnTap تنكتب بهذا الشكل، طبعا تقبل مثل ما شايفين لو حددنا عليها تقبل فانكشن. فانكشن ما فيها ولا باراميتر فارغة جدا، ما فيها يعني أي باراميتر، تمام. طبعا الOnTap بتشتغل مثل ما بنعرف عند الضغط على، يعني OnTap عند الضغط، يعني أول ما أضغط على Text Form Field حتشتغل الOnTap. انا مثلا حيطبع لي كلمه، حخليه يطبع لي كلمه اون تاب ببساطه شديده، تمام. لو فتحنا التيرمينال بهذا الشكل، اول ما اضغط على هذا الحقل حيطبع لي كلمه اون تاب مثل ما ملاحظين بهذا الشكل. كل ما اضغط حيعطيني كلمه اون تاب، شايفين بهذا الشكل. حلو كثير، هي اول فانكشن اغلبكم عارفينها، ما في داعي انه نستفيض بشرحها، تمام. ثاني فانكشن واللي هي مهمه كثير وبيعزز شويه شرح هي الاون تشينج. اون تشينج بيتم استدعائها عند الكتابه اي حرف، كل حرف بكتبه داخل التكست فورم فيلد حيتم استدعاء الاون تشينج. الاون تشينج بتقبل فانكشن وداخلها متغير من نوع سترينج، فانا مثلا حاعمل متغير حسميه تكست مثلا، تمام، ببساطه شديده. طبعا اللي حاعمل حاطبع مثلا كلمه برنت تشينج، حاطبع كلمه تشينج بهذا الشكل او اون تشينج، تمام، ببساطه شديده. نفتح طبعا التيرمينال، مثل ما ملاحظين كل حرف انا بكتبه داخل الاون تشينج، او عفوا كل حرف بكتبه انا داخل التكست فورم فيلد حيتم استدعاء الاون تشينج فيه، حيطبع لي كلمه اون تشينج. لو كتبت حرف ثاني طبع لي الاون تشينج مره ثانيه، شايفين هو رقم 2، هي دليل انه عم يطبعها مره ثانيه. ضغطت كتبت حرف ثالث راح طبع لي اياها مره ثالثه، شايفين. حرف رابع راح استدعاها وطبع لي اياها للمره الرابعه ببساطه شديده. طيب شو هو التكست هذا المتغير اللي انا سميته تكست؟ هو طبعا هو متغير من نوع سترينج ولكن انا سميته تكست. هذا المتغير لو نحن وضعناه داخل البرنت، طبعا بنحط اشاره دولار ساين لانه متغير، دائما المتغير بنحط قبله اشاره دولار ساين، تمام، بهذا الشكل. شو راح يصير عندي هلا؟ هلا كل حرف حاكتبه، عفوا كل حرف حاكتبه داخل التكست فورم فيلد حيروح يستدعي لي فيه مثل ما اتفقنا الاون تشينج. الاون تشينج شو عم تعمل هون؟ عم تطبع لي النص، النص هذا التكست. شو هاد؟ قال هذا التكست هو الكلام الموجود داخل التكست فورم فيلد، فانا مثلا اي حرف بكتبه هون حيروح يتم طباعته بهذا الشكل بالكونسول، تمام، بهذا الشكل. اذا هلا اتاكدنا انه الاون تشينج بيتم استدعائه عند كتابه، عند الكتابه بالتكست فورم فيلد، بيتم استدعائه عند الكتابه بالتكست فورم فيلد، تمام، ببساطه شديده. وبترجع لي طبعا متغير، هذا المتغير بيحتوي على القيمه المكتوبه داخل التكست فورم فيلد اللي ممكن استفيد منها بعده امور. على سبيل المثال طبعا شوف كيف تم استدعائها اكثر من مره واخر شيء صارت قيمتها فارغه، لانه هلا طالما الحقل فارغ فقيمه التكست فارغه، تمام. مثلا قيمه مثلا التكست فورم فيها دبليو فرح تكون قيمه التكست هي دبليو، تمام، ببساطه شديده. طيب حاعمل مثال حلو كثير. انا تحت التكست فورم فيلد حاعمل طبعا ويدجت ثانيه تكون من نوع تكست، هي فيها مثلا حاكتب هون فاليو، عفوا حيكون التكست مكتوب فيه فاليو، تمام، حيكون طبعا فيه التكست بهذا الشكل. حلو، طبعا التكست هذا مو موجود هون لانه هو خاص بالهي فانكشن، فانا رح اعمل متغير هون رح اسميه على سبيل المثال فاليو، تمام، بهذا الشكل. حاعطيه قيمه افتراضيه، حيكون فارغ قيمته الافتراضيه. هي الفاليو حتاخذ قيمة التكست بدل ما اطبع على الكونسول، ما عاد في داعي للكونسول، لا حخلي الفاليو تاخذ قيمة التكست. وحتى التغيرات تتم بالانترفيس مباشرة امامي، حخليهم داخل سيت ستيت مثل ما تعرفنا بالفيديوهات السابقة، تمام، حتى التعديلات اللي بتتم تطلع امامي على الشاشة مباشرة، ويصير في تشينج او ريفرش لليوزر انترفيس، تمام. طيب الفاليو هون حاستعملها هون هلا لانها صارت عامة، صار بامكاني استعملها مثل ما بنعرف حسب السكوب انه هي ممكن اصلها من اي مكان داخل الكلاس، تمام، لانه بابليك. حلو كثير هذا الكلام. هلا انا ببساطه شديده ظهر عندي هون فاليو، اي حرف حاكتبه بالتكست فورم فيلد حيظهر طبعا قيمه الفاليو حتاخذ التكست. انا هون شو عم بعمل؟ عم مرر للفاليو او عم مرر تمام للفاليو قيمه التكست، يعني الفاليو عم تاخذ قيمه التكست، يعني انا هون كل حرف حاكتبه هلا هون شو قيمة التكست؟ دبليو دبليو، صح؟ وأنا هون عم بالأون تشين شو عم بقول له؟ خلي لي الفاليو تاخذ قيمة مين؟ التكست، فقيمة الفاليو شو صارت؟ دبليو دبليو، حلو كثير.
فهون بالتكست انا شو عم بعمل؟ عم بقول له value نقطه اضع لي قيمه الفاليو اللي هي طبعا قيمه الحقل ببساطه شديده. فاي كلمه انا رح اكتبها بالحقل حيروح يطبع لي اياها بالتكست بهذا الشكل. تمام، هي الفكره ببساطه من الاون تشينج. تمام، هلا طبعا حنتعرف ايضا على الاون اديتنج كومبليت واللي بيتم استدعائه عند الانتهاء من التعديل او من الكتابه على التكست فورم فيلد. بنكتب بهذا الشكل اون اديتنج كومبليت، تقبل فانكشن من دون اي متغير. حاطبع مثلا كلمه كومبليت بالكونسول حتى نشوف انه فعلا هل تم التعديل ولا لا، او هل تم تشغيل الفانكشن ولا لا. لو كتبت هون على سبيل المثال W، قعدت اكتب مثلا بعد ما انتهي من الكتابه انا شو بعمل؟ بضغط على اشاره الصح، صح ولا لا؟ او بضغط انتر. لو ضغطنا على اشاره الصح فاعطاني هون كومبليت. شو يعني هذا الكلام؟ يعني انا انتهيت من التعديل على الحقل. تمام، فبيتم استدعاء عند الانتهاء من التعديل. طبعا شو الفائده من كل هي الفانكشن؟ حسب ما رح تعرفوا الفائده الحقيقيه الا لما تشتغلوا مشاريع عمليه. تمام، انت بجوز يكون عندك فكره انه الشخص لما ينتهي من الكتابه يضغط مثلا انتر او يضغط على اشاره الصح، تمام، انه الحكي انه دان، تم يعني وانتهى. ممكن تطلع له مثلا رساله، ممكن تعمل اللي انت عايزه. تمام، ما في اي مشكله. حلو، بتمنى يا رب الفيديو يكون واضح وسهل وعجبكم.